بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان التقاليد والأعراف الاجتماعية لإحياء 40 الأموات. روي أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له إن أمي ماتت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وآله نعم. وروي أيضا أن الميت، في روايات عديدة، أن الميت يأتي كل ليلة الجمعة يطلب من أهله الصدقة أو الدعاء أو مجالس سيد الشهداء، لذا ما يقوم به أهل الميت إلى روحه من أعمال البر، كل ذلك قرب إلى الله تعالى، كل ذلك ينتفع به الميت. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة للمحور الأساس وهو العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية لإحياء 40 الأموات، بعيدا عن الخرافات والمسائل التي لا أساس لها شرعا، بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. ما هي الأعراف والتقاليد الاجتماعية في مجالس 40 الميت؟ حتما عندكم مجموعة من الطقوس الاجتماعية في مجالس 40 الميت. شكرا لقناة الأيام، وهي تتابع مثل هكذا أمور اجتماعية مهمة، لا سيما وقد طرأت بعض التغييرات على هذه الطقوس، ونحن نبحث على أفضلها لتثبيته. والأصيل والرصين. أحسنت. بالنسبة إلى قضية الميت، لا تبدأ من 40، وإنما تبدأ مما بعد الوفاة، مما بعد الوفاة مباشرة، أو حتى عندما يحتضر الميت. من العادات والتقاليد ومن الأعراف ومن ما متبع هو عندما يحتضر الميت. في بعض الحالات نفس الميت يطلب بعض الأشخاص لحضور حقيقة وفاته، البعض الآخر لا يتهيأ، لا سيما من الأولاد، من الذين حقيقة كانوا في سفر يتصلون بهم. قديما كان حقيقة يتم الاتصال إما عن طريق مرسال أو عن طريق ما تسمى بالدسكرة أو الرسالة عن طريق السيارات. أنا أتحدث عموميات ومنذ زمن قديم، ومرورا إلى أن نصل بالوقت الحاضر، فترة التطور التكنولوجي الموبايل. فيتم التحضر أو التحضير لهذه الطقوس حتى قبل الوفاة، وعندما تحصل الوفاة حقيقة رب ميت يبقى يوم أو يومين إلى أن يحضر من يريدون أن يحضر الجنازة والتشيع، يعني كأن يكون أو من أراده هو. نعم أحسنت. هنا من أراده، هنا حقيقة دستور، باعتبار هذا مطلب ميت أو وصية ميت، فيتم التركيز على هذه الأمور. وحتى وإن حصل جدال يحسم بمجرد أن يذكر يا بمو الميت طلب فلان، أو الميت هو الذي يعني بنفسه أن يشوف ابنه يحضر جنازته، أو هناك وصية من الابن الأكبر، لا سيما من الأولاد، من الابن الأكبر أو من البنت، أنه تحضر جنازة تشيع جنازة والدها، أو تحضر جنازة والدها أو أمها أو أخوها وما إلى ذلك. فحقيقة هذا الأمر عندما يكتمل يبدأ بحقيقة هناك أكو فد أمور، ممكن أن يكون التغسيل قريب، كان إذا كان مثلا في بغداد يغسل مثلا في الكاظمية أو في مكان آخر أو في مسجد آخر، بحيث يهيئ ويتم الانتظار. عادة الميت يوضع إما في مسجد، وبعض الناس يفضل نعم ويصلى عليه، وحقيقة يقرأ القرآن، وهنا التركيز على قضية القرآن، تتندر الناس بقراءة القرآن، ونحن نركز على هذا ونتمنى أن يستمر إلى ما لا نهاية، لما للقرآن من أهمية عند الميت أو بعد وفاة الميت، وحتى في مجلس الفاتحة وحتى في 40. موضوعنا هو مجلس 40. نعم. احنا حتى نركز به الأعراف الاجتماعية والتقاليد في مجلس 40 ميت. لا يمكن لي أن
أقفز إلى هذه النقطة دون المرور بقضية الدفن إجمالاً. فإجمالاً يتم حقيقة دائماً يأخذون الميت للزيارة، يزور حقيقة أول مرة يزور كربلاء المقدسة الحسين والعباس عليهم السلام، ومن ثم إلى الإمام علي عليه السلام، ويصلى عليه حقيقة ويصلى عليه صلاة حقيقة. هناك تعتبر من المهمات التي تؤدى الزيارة الصلاة على الميت من الواجبات، وتعتبر حقيقة من الشفاعة إلى الميت، ومن ثم يتم الدفن والعودة إلى البيت لإقامة مجلس العزاء. من هم من يستمر العزاء؟ يعني سابقا كان مجلس الفاتحة يستمر لسبعة أيام ولخمسة أيام ولثلاثة أيام، الآن أصبح حقيقة من أجل رفع المعاناة على كاهل أهل الميت يوم أو يومين، يعني يوم الدفن يعتبر يوم وتختتم في اليوم الثاني. هنا الاختتام نحن نركز عليه بقضيتين. القضية الأولى وهي الآن أكو فد عادات دخلت أو أدخلت أو دخيلة، لا نختلف على التسمية بقدر ما هي، أنا باعتقادي هي ليست لا بصالح الميت ولا بصالح الناس، لا سيما موضوع استعارة من يؤدي النعي. يسبق الإمام ومن رأى يسبق الخطيب أو يسبق من يقوم باختتام المجلس، مرات يسبق بنعي حقيقة، نعي كثير وفيه من الاستعطاف أو الاستجداء البكاء وما إلى ذلك، وقال فلان وقال فلان، وبعد أيضا بعد الاختتام ويأتون بأصحاب الأصوات المؤثرة شجيلة. أنا أشوف هاي القضية دخيلة، لسنا بحاجة إليها. الخطيب الذي يختم المجلس على سيد الشهداء، على سيد الشهداء أعظم المصائب. أحسنت. هنا نستقي من قضية سيد الشهداء ما يفيدنا. مسألة، ينبغي الحفاظ على شعيرة أو مراسيم استقدام خطيب لختم مجلس 40 الميت، ففيه من الأجر والثواب مضاعف عما لو تم استقدام نائح ينوح على الميت، فالبكاء على أمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فيه أجر عظيم للميت ولأهله، فبالتالي يكون إحياء شعيرة مجالس سيد الشهداء، وفيه أيضا يكون تفريج الهم عن فقدهم وتجديد العهد بميتهم. لذا من الضروري الحث والإبقاء على ثقافة ومراسيم استقدام خطيب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ختام مجالس 40، مما يؤسف له حاليا في بعض مجالس 40 ينوح البعض، بل قد يؤدي إلى تصوير لرفع نسبة المشاهدات، وهذا مما يخرج العمل في بعض الأحيان عن القربة المطلقة لله تبارك وتعالى وإحياء مجالس الميت. بالتالي أنت اليوم تشكل على من يستقدم النائح بدلا من خطيب سيد الشهداء؟ نعم نريد، وبل يعني نطالب من باب الدين النصيحة. سنت. ونحن سنت. أمام برنامج كبير يسمى الدين المعاملة. سنت. نعم، من أجل أن تثبيت هذه القيم، من أجل تثبيت هذه الأمور، نناشد أن يكون الخطيب يعتلي المنبر السيد أو الشيخ وهو يمتلك الثقافة العامة، الثقافة الحسينية، ليطرح لنا قضية الإمام الحسين. وأنا أرى كل المصائب يعني تضمحل، تهون أمام مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وما جرى، ومن أجل من استشهد حقيقة. أتمنى أن يتم التركيز على هذا الأمر. تدرون أنتم ترجع بالنفع مجلس الحسين عليه السلام للميت ولأهل الميت، حتما سيكون أجر وثواب هذا المجلس إلى الميت، ويصل كنور على طبق من ذهب، ويستفيد منه الميت في قبره، ويعود بالأجر والثواب لمن؟ لأهل الميت، باعتبارهم هم
نشر ثقافة أهل البيت ومصيبة الحسين، وتستمر وتستمر إقامة هذه المجالس العزاء واستذكار الميت إلى أن يأتي اليوم الذي تفضلت جنابك الكريم بالسؤال، وهو التركيز على قضية 40 الميت. بعد لطيف، لدينا عدة ملاحظات على هذا الأمر. نعم. أولا، ما قضية الثواب الذي يجب أن يجمع 40 حاجة؟ زين، ممتاز. 40 حاجة. ممتاز. هذا الأمر أنا أعتبره يعني بصراحة هو غريب. زين. لم نسمع من أساتذتنا من علماء الدين ومن الفقهاء ومن الحقيقة رجال الدين المعتمدين، لم نسمع بهذا الأمر، وإنما عندما سألنا على الأمر أصبحت القضية ليس لها وجود، ما أنزل الله فيها السلطان. أم فلان تقول، أم فلان تقول، ويجب أن كذا، ويحسبون وتشوف المعاناة يعيشوها من قبل كم يوم. زين. إنه المواد ونحسبها ومسجليها بورقة وقلم، وهاي صارت 41 ما يصير، وصارت 39 ما يصير، أي كلها أمور حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان. تحت عنوان مسائل لا أساس لها شرعا. هذا واحد. ماكو. اثنين، أكو قضية أخرى، إنه الميت لديه 4 من الأولاد. ينقصون 4 أيام. ينقصون 4 أيام. أيضا هذه الأمر. هم من المسائل التي لا أساس لها شرعا. أحسنتم. وأنا بودي يعني الآن أنا أصبحت أنا السائل لجنابك الكريم. عفوا. من أجل توضيح هذا الأمر للناس. عفواً. حقيقة. عفواً. إيه، أنت اختار يوم، مو شرط الأربعين يوم، مو شرط الأربعين يوم، اختاري من أجل استذكار الميت. يقيد نفسه حتى من في هذا اليوم. قضية إحنا ما مرينا على أيام الفاتحة، ما مرينا على قضية وهي غاية في الأهمية وبدي أن أشير لها، وهي قضية الطعام الذي يعد أثناء مجالس العزاء. توصي مرجعيتنا الرشيدة المباركة، لا سيما في هذا الزمن، هذا الزمن الصعب حقيقة أصبح. الآن حضور مجالس العزاء، مجالس الفواتح حقيقة حضور كبير، وعندما تحصل الوليمة أصبحت الآن الوليمة ليست للميت، الثواب للميت بقدر ما هي عند بعض الناس حقيقة هناك للتباهي. للتباهي. إيه، وجاءت الصواني وكذا، وأنا باعتقادي أنه كثير من الذين يتناولوا الطعام هم ليسوا بحاجة إلى الطعام حقيقة، وهناك تسابق بوضع الطعام والفواكه والبيبسي وما إلى ذلك باعتقادي يعني. هاي هي تثقل كاهل أصحاب الميت. أتمنى يعني أن يقتصر الطعام حقيقة على الذين يأتون من أماكن بعيدة، أما من الآخرين حقيقة من أصحاب المناطق القريبة وكذا يجب أن يغادروا. هاي حقيقة ليست أنا الذي أقول، وإنما مرجعيتنا المباركة الرشيدة. تجدون كراهة الأكل عند أهل الميت؟ نعم، المرجعية الدينية، جزاكم الله خير على هذا الحقيقة التوضيح. نعم، هناك كراهية في هذا الأمر، لا بل هناك مطالبة من الناس أن هم الذين يعملون الأكل لأصحابه. على طالب. نعم جعفر. نعم، هذا الأمر واضح الشكل. فنعود إلى قضية 40، وذكرنا موضوع التقيد مثل ما ذكر جنابك الكريم، 40 حاجة لازم، وهذا كل ما أنزل الله به من سلطان وليس له وجود. نتمنى أن يلتفت الناس إلى هذا الأمر، وتقتصر استذكار الميت على أركز على قضية غاية في الأهمية، وهي قراءة القرآن وإهداء القرآن إلى الميت، ومن تم مجلس سيد الشهداء مجالس، والتركيز على مجالس سيد الشهداء لما فيها من العبر والدروس الكثير الذي لا سيما ونحن بحاجة إليها في الوقت الحاضر، لا سيما إلى شبابنا، من أجل أن يعرفوا قضية الحسين كما هي، جوهر قضية الحسين. حتى إذا نريد يعني نتوسع بهذا الأمر، حتى هذه تنتقل إلى شبابنا عندما يقومون بإحياء ذكرى سيد الشهداء في زيارة 40، الذهاب 40 وفي 10 محرم، ومن ثم استذكار أمتنا الأطهار في ولاداتهم وفي أيام استشهادهم. نستقي هذه الأمور من خلال التوجيهات القيمة التي يقدمها لنا في مثل هذه المجالس التي تدر والتي تأتي بالثواب إلى الميت نفسه ومن ثم إلى أهل الميت. صحيح ينقصون من الميت، من 40 مال الميت على عدد أولاد يعني الميت، صحيح هذا الشيء. طبعاً هاي من الموروثات الخاطئة واللي من المسائل التي لا أساس لها شرعاً، مسألة ما لها أي أساس، لا توجد رواية ولا أكو نص يدل على شنو أني قلل من أيام 40 بعدد أولاده، ولا أكو ملازمة بين عدد الأولاد وإحياء 40 ميت، ماكو هالملازمة، واضح؟
بالتالي منين جاي بيها هم ما ندري منين جاي بيها، فلا داعي ان يقيدون الناس، يقيدون انفسهم بتنزيل من عدد ايام الاربعين بعدد الاولاد. كيف يريد انه يعيد ذكرى الميت يوم الاربعين حتما قبل يوم بعد يوم، ماكو داعي للتقييد. واضح؟ مسألة، يجوز البكاء على الميت بل يستحب البكاء على الميت المؤمن وفيه ثواب. ليش يستحب البكاء على الميت؟ أولا لتفريج الهم والغم، وثانيا تكريم الميت وتجديد العهد معه. والبكاء ورثاء الميت لا يتنافى مع الرضا، الرضا بمن؟ بتقدير الله عز وجل وقضائه، لا يتنافى. ويشهد لذلك النبي صلى الله عليه وآله عند فقده لولده إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب. لذا يجوز البكاء على الميت، وهذا لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن بينا في بداية المسألة يجوز البكاء، ولكن البكاء على الميت، وبينا أنه مستحب، لكن لا ينبغي المبالغة فيه بمقدار يتنافى مع الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، أو لا يؤدي إلى الإضرار بالنفس، فإن الإضرار بالنفس حتماً حرام. اليوم أنتم كباحث اجتماعي ومعروف الأوساط الاجتماعية، برأيكم كيف ترى من يتمسك بفقه العجائز ويبتعد عن قداسة المراجع والعلماء، بالتالي يتأثر بمعلومة أم فلان ويترك معلومة الفقيه ورجل الدين؟ كثير ما نتحدث وياهم هذا التقليد، 40 كذا 40 حاجة، تنقيص عدد الأولاد من يوم الأربعين، ذني كثير من الأمور الدخيلة، وعدم زيارة الميت إلا في يوم الأربعين. ما يقبلون، لأن عندهم ما يصلح يزور الميت قبل يوم الأربعين، خاف يسع بخاف كذا. شو تقيم ذول اللي متمسكين بأفكار واهية؟ سمعت سيد، اسمح لي يعني أقول أنني أستغرب في بعض الحالات عندما أسمع أن الذي من الذين يتمسكون بهذه الأمور من اللي يحملون شهادات، حتى شهادات الشهادات الجامعية وما فوق الجامعية. نعم، هذا الأمر حقيقة غريب. نعم، يدعو الغرابة ويدعو للأسف. أنت عندما أصبحت تحمل شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير، المفروض ثقافتك، المفروض أنت عندما تبدع في اختصاصك كاقتصاد، كإدارة، كفيزياء، ككيمياء، يجب أن تكون لديك ثقافة عامة للأمور الأخرى، ومنها هذه التي ذكرتها. تعرف تميز، نعم، حدث العاقل بما لا يعقل. تعرف تميز أن هذه لا أساس لها شرحا، بالتالي لا رواية تأيدها ولا فقيه قائل بها. رجل دين، رجل دين من الثقات، قاعد يقول لك ويشرح لك. اليوم الثقافة الإسلامية تدري تغيرت، يوم بالفضائيات على مواقع التواصل الاجتماعي الكل تقول، لكن هو ما زال يتمسك بأم فلان قالت. وبعض من هذه الأمور تصل بها إلى درجة المنكر، يعني تجلب إلينا بعض من الإثم. والإثم عندما يعلم المثقف أو يعلم المكلف أو يعلم المؤمن المسلم بأن هذا منكر، عليه واجب لتغيير هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنت أيها المثقف، وأنت أيها المكلف، وأنت أيها الأستاذ، عندما ترى مثل هذه الأمور واجب عليك أن تغيرها بلسانك من خلال الشرع، مو من خلال التمسك بها. فقلت لك سماحة السيد، حقيقة ما يدعو للأسف والاستغراب من الذين يتمسكون بثقافة العجائز، مع جل احترامنا إلى عجائزنا وإلى جداتنا وإلى أجدادنا، ولكن الأمور التي لا يقبلها العقل، التي تؤدي ولا يقبلها الشرع، ولا يقبلها الشرع طبعاً. الشرع عندما يقدم شيء العقل هو الذي يستقبل حقيقة، ولا سيما وإن يركز حقيقة على الجانب العشائري، الجانب الاجتماعي. نحن لدينا
من المضايف الكثيرة والتي هي إلى حد قريب كانت مدارس، ونتمنى أن تعود كما كانت مدارس وتؤثر بالمجتمع، لا سيما وأن الآن دخول التطور التكنولوجي أصبح لدينا مشكلة كبيرة، فبدل أن يستغل في سبيل التطور والحقيقة وتطوير مدارك الشباب أصبح يؤثر على الشباب، أصبح الشباب حقيقة منشغل بهذه الأمور. نتمنى على رجال ديننا الأكارم وأساتذتنا وحتى الجامعات أن تركز على الإيجابيات وتشرح للناس لا سيما الشباب، وأنا عندما أركز على الشباب بلهم أولى بالإصلاح والرعاية لأسباب عدة. أولاً أن الشعب العراقي الغالبية ماله من الشباب حقيقة، لا سوى والشاب قابل للتغيير، الشاب هو رجل المستقبل اللي نعول عليه في قيادة البلد. نتمنى أن يتحصن شبابنا، نتمنى أن يتثقف شبابنا حقيقة ليقود البلد إلى بر الأمان إن شاء الله. سيدنا أكو دليل على وجوب زيارة أربعينية ميت؟ زين. تدرون الدليل هو لو قرآن لو رواية. طبعاً رواية بهذا العنوان أنه وجوب أو مطلوبية زيارة الميت في يوم الأربعين مالته ما. لا توجد رواية أنه حتماً في يوم أربعين الميت أن يزار. بل ورد الحث على زيارة القبور. أكو حث عام في أي يوم من بعد وفاة الميت أن يزار، حث عام مو باعتبار الميت يعلم في زيارة الحيخ مو منقطع الميت، بالتالي كل أعمال البر تصل إليه، ومن ضمن هاي الأعمال أنه زيارة القبور. روايات عديدة تحث على إجمال زيارة القبور وليس التخصيص في يوم أو في يوم الأربعين. رواية مثلا ينقلها صاحب البحار والحر العاملي في وسائله عن صفوان بن يحيى قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به. صفوان يقول له فإذا سمضمون الرواية يعني انصرف عنه استوحش، فقال عليه السلام: لا يستوحش، باعتبار المؤمن ما يستوحش لكنه يأنس بمن؟ زيارة، بزيارة الزائر إليه. واضح؟ فرواية تحدد أو توجب زيارة الميت أو تحث حتما مخصوصة في زيارة الميت يوم الأربعين ما أقولش رواية. واضح؟ أكو إجمالا روايات تحث على زيارة القبور، واضح، وزيارة الموتى والأرحام من يوم الدفن إلى ما بعد، يعني ماكو أيام محددة. سيدنا يصير زيارة الميت قبل الأربعينية؟ تدرون أكو متعارف ليس صحيحاً، أكو متعارف بين الناس مو صحيح، أنه يقولون ما يصير يزور الميت إلا وراء الأربعين. هذا المتعارض غير صحيح، يجوز زيارة الميت بعد دفنه ولعله الأيام الأولى أو لا، لأنه في الأيام الأولى يفتن المؤمن 7 أيام والكافر 40 يوم، بالتالي زيارته في الأيام الأولى وقراءة أو إهداء الثوابات له لعله أولى من الأيام الأبعد. واضح؟ واضح. يجوز زيارة الميت بعد دفنه، قبل الأربعين، بعد الأربعين، لأن أكو حد في زيارة الميت والترحم عليه وإهداء أعمال البر له. واضح؟ واضح. وهذا المتعارف مو صحيح، هاي مسائل ما لها أساس شرعا، مواضيع ما موجودة في الشريعة، لكن ربما موروث شعبي عند الناس أو عادات يقولون ما يصلح، وكأنما يسحب واحد من الأحياء. وهل عزرائيل عليه السلام يأتمر بأمر هؤلاء قابل؟ واضح؟, واضح. يصير زيارة الميت بعد دفنه وحتى وإن كان قبل الأربعين، يعني ماكو شيء مذكور؟ لا 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 ما. تجون برنامجنا الدين المعاملة، هل يمكن ذكر مصادق تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال مجالس أربعينية ميت؟ يعني نريد نصف مجلس 40 ميت بوصف مثالي،
اولا يجب ان يكون هناك مجتمع هادئ لطيف يحترم المجلس، يحترم المجلس لقدسيه المجلس. احسنت. وهذه القدسيه ممتاز. مشروعيه هذه القدسيه يعني متأتى من القرآن الكريم، المجلس يرفع فيه القرآن الكريم، إذا قلت القرآن استمعوا له. أحسن. الاستماع إلى القرآن الكريم ثقافة إسلامية بخشوع لطيف بهدوء بتدبر سنت. هذا يعطي المجلس قدسية ومشروعية ويعطيه من الزهو الكثير. لطيف. التنوع في الجلوس في المجلس من الشباب ومن الرجال وحتى من الأطفال ومن الكهول يعطي المجلس حقيقة رونق، أن جميع شرائح المجتمع تشترك ممتاز. في إحياء هذه القضية وإحياء استذكار ميت مؤمن. أحسنت. ومن أجل أن نبقى من المتمسكين بهذه الحقيقة القضايا المهمة، لا أقول أعراف لا أقول عادات، وإنما أسس الحياة الاجتماعية الصحيحة. كل هذه الأمور وغيرها وحقيقة اختيار إقامة مجلس العزاء مكانه ما أقطع به الشارع حقيقة ممتاز. وأثر ممتاز. على مسيرة ممتاز. الناس ممتاز. ويحصل الازدحام، من هم من يقطع نصف الشارع أو ثلاثة أرباع الشارع ليبقى ممر واحد إلى السيارات، وتأتي السيارات ومن بعض من الذين يقودون المركبات من الشباب يستخدم حقيقة المنبه بصوت عالي وبأشكال مختلفة، مما يفقد المجلس من قدسيته من خصوصيته. الممر الناس يعني كأن يقام مجلس العزاء بطريق السوق، وهذا الطريق تسلكه النساء والأطفال أو طريق المدارس. كل هذه الأمور أتمنى أن تؤخذ بنظر الاعتبار حقيقة. هذا جانب. جانب آخر، يجب عدم اختيار السماعات الكبيرة التي تؤثر على الجيران حقيقة، التي تؤثر. كل هذه الأمور يجب أن نختارها من أجل أن نبني مجتمع نظيف، مجتمع حقيقة متكامل، مجتمع إسلامي لا إكراه في الدين، قرآن صوت مرتفع. نعم. ولعله الآخر من غير الإسلام من الدين الإسلامي. بودي لطالما أنا في بداية الحديث قدمت الشكر والتقدير لقناة الأيام عامة ولهذا البرنامج خاصة، لأن البرنامج يلامس شغاف القلوب من أجل حقيقة أن نصل بمجتمعنا إلى ما نصبه إليه، إلى ما نتمناه. أتمنى على أصحاب المجلس عندما يقام المجلس أن الشباب وما إلى ذلك يعني يقللوا الحركة داخل المجلس. ممتاز. الحركة داخل المجلس لا سيما عندما يقوم الخطيب تشتت المجلس، تذهب القدسية الروحانية. الذين يأتون بعد القراءة فقط يعني يكتفي بالسلام بالإشارة بالإيد ويجلس من حيث انتهى المجلس، ولا يقرأ سورة الفاتحة إكراما لقدسية المجلس. فليقرأها في قلبه، بل يحسن تشغل الله بالخير الله بالخير وكذا، وبالتالي يفقد المجلس. وحقيقة تروح من عندنا كم كلمة من الشباب من الذين يتابعون الخطيب حقيقة. أنا في بعض الجلسات الأدبية الثقافية عندما يتحدث بعض من أساتذتنا لا سيما أيام زمان المرحوم حسين علي محفوظ رحمة الله، والأستاذ المرحوم حسين أمين والأستاذ المرحوم سالم الآلوسي، عندما يتحدث عن الآثار يعني كنت أتمنى أن واحد حتى ما يقح، حتى لا تفوتنا مفردة حقيقة، لأننا بحاجة أن نستمع مثل إلى هؤلاء الناس، لأن الحقيقة فقدناهم ولم يأتي من بعدهم ما يكمل تلك المسيرة كما نريد حقيقة. بالتالي خطيب سيد الشهداء خطيب الحسيني ايضا يوم اللي عنده فد محاضره فد عنده كذا بحث، مهم ان لا يقطع هذا البحث. مهم. وحقيقه انا في المجالس اعاني من هذا الامر، وبودي يعني في بعض الحالات حتى يعني اشر بايدي الى شخص ما ان يجلس او يقطع الحركه وما الى ذلك للامور اللي قلناها. كل هذه الامور التي ذكرت وغيرها الكثير ربما يعني نسينا نقطتين، كل هذه تعطي للمجلس قدسيه. نعم. تقضي سمو، تعطي حقيقة نتائج إيجابية للجميع. ومن ثم حقيقة أكو أمور أخرى خلينا نتطرق لها طالما هو هدفنا، قضية الصب الطعام أو الأكل أو التهيئ له، الإسراف ومن ثم الأصوات التي تظهر وتؤثر على المجلس. يعني هم قريبين على المكان المجلس ويصبون فتحصل الطقطقة وإلى الأصوات الغير مرغوبة. نعم. وكل هذه الأمور حقيقة تؤثر.
ومن ثم نعود إلى النقطة المهمة التي ذكرتها سماحة السيد، وهي موضوع الإسراف في الطعام. صحيح. الإسراف في الطعام قضية غير محببة أو منهي عنها شرعا. منهي عنها شرعا، أحسنت. نحن نركز على ما حقيقة تؤكد عليه مرجعيتنا المباركة الرشيدة. وأقول مع يعني أقولها بأسف أن كثير من المجالس أصبحت مجالس للتباهي، وأسمع يعني نسمع نقول آل فلان عمل كذا يجب أن نعمل كذا. لا، هذه الأمور نتمنى أن يتجنبها الجميع وتقتصر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى من حيث كمية الطعام، من حيث نوعية الطعام. ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. سيدنا، شو يسوون بزيارة الميت؟ يعني تدرون المراسيم، أبرز المراسيم في زيارة الميت هو طبعاً ولد الحث في زيارة الميت والترحم عليه. أبرز وأفضل الأعمال هي قراءة سورة القدر على القبر، أن يستقبل القبلة ويضع يده على القبر الميت ويقرأ سورة القدر 7 مرات. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أمن يوم الفزع الأكبر. هسه منو اللي يأمن في يوم الفزع الأكبر؟ الميت اللي قاعد يقرأ له للميت، وربما اثنيناتهم. واضح؟ واضح. فأفضل الأعمال شين هي؟ قراءة من أبرز طقوس التجديد العهد عند الميت هو قراءة سورة القدر 7 مرات. قراءة هذا دعاء أهل القبور، هذا كفارة عن ذنوب 50 سنة. من أبرز الأعمال أيضا في القبر قراءة سور من القرآن والدعاء للميت والترحم عليه، ومن أبرز هذه السور ياسين والواقعة، زيارة عاشوراء، قراءة سورة الفاتحة إلى آخره، بالإضافة إلى الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة. سيدنا، يصير نعلق شمع على قبر الميت؟ يعني إيقاد الشموع على قبر الميت مو حرام، يعطون شمعة على قبر الميت، بس هاي مو من أعمال وسنن زيارة القبور. أكو أعمال وسنن في زيارة القبور، أنه واحد يدعو له للميت، يترحم عليه، يقرأ القدر 7 مرات، يقرأ قل هو الله أحد 11 مرة، يقرأ ياسين والواقعة، يقرأ زيارة عاشوراء. هاي سنن الميت. الناس تلهي نفسها في شنو؟ في وتسأل عن أمور قد لا تفيد الميت. مثلاً البعض يشعلون شموع بخور، البعض الآخر يحط شمعة على قبر الميت. هاي ما واردة، هي مو حرام. يريد يعلق بخور، يريد يحط شمعة على قبر الميت، هي مو حرام، لكن ليست من سنن زيارة القبور. نعم، يستحب الإسراج في مكان الميت، حوش الميت يستحب أن شنو؟ يعلقون قلوب الإسراج به، شمعة، مصباح، كذا. لأن في الروايات أنه أهل البيت يحثون على تنوير مكان الميت. واضح؟ واضح سيد. ومو بوقت معين، للأربعين، قبل الأربعين، بعد الأربعين، مطلق سراج مكان الميت، أنه يشغلون به مصابيح. واضح؟ واضح سيد، شكرا جزيلا. كيف تتعامل سن الأعراف العشائرية في دخوله مجالس الأربعين؟ بصراحة هذا الموضوع موضوع شائك، وموضوع حقيقة يعني مشكلة في بعض الحالات. يعني بعض المجالس أتمنى عليهم أن لا، إذا كان هذا كذا تعاملهم مع الموضوع، أن لا يخلون القرآن، لأنه لم حد يسمع له. سبب شنو؟ سبب الدخول. يجب كثير من الناس عندما يدخل يجب أن يسلم على الجميع، وبعض المجالس حقيقة يراد تاكسي يروح بيها ويلا يرجع. يعني بالضبط يدخل يراد لروحه 5 دقائق والعودة 5 دقائق، إذا مو حقيقة أكثر. إذا مو أكثر يعني إذا مو أكثر يعني 10 دقائق مشي مو قليلة في شادر، ولا ربما هناك أكثر من شادر يخرج من هذا الشادر ليدخل بالشادر الثاني ويسلم على الجمع وكذا. هذا عرف عشائري، بعضهم ينتقد وبعضهم يقول لا. وحتى أنه يأتي بحديث لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول عندما يتصافح المؤمن مع أخيه المؤمن تتساقط الذنوب كما تساقط أوراق. وهذا هاي من إذا كانت القضية بهالشكل هذا، نتمنى أن إما أن نختار القرآن
نخليه ونسمعه، وهذا ما أرجحه أنا، وأما أن نختار هذه الأمور إذا كان ولا بد الجمع بينهما. إذا كان القرآن يقرأ وعندما يأتي بالسلام يأتي بهدوء بصوت خافت وبصوت خافت، ولا يحصل الأمر يعني ساكم الله بالخير لمسافة حوالي تمتد إلى 30-40-50 متر وما إلى ذلك بصوتين وفلان تعال وقعدنا، يعني هاي الأمور نتمنى بصراحة، نتمنى أن كل منا من يستطيع أن يوجه هذه النصيحة بمناسبة أو أخرى أن يذكر الناس بهذا الأمر، لا سيما وأن الناس عندها استعداد أن تسمع في هذا الموضوع، وهي المسؤولية ليست مسؤولية جهة معينة بقدر هي ما مسؤولية الجميع. نعم يبقون رجال الدين هم حقيقة من يقوم بهذه المهمة، المنابر لا سيما قراءات، وحتى الخطيب في تلك اللحظة عندما يرى شيء غير محبب ينبه، ممكن أن ينبه بطريقة هو يختارها مهذبة مقبولة عند الجميع وتؤدي الغرض. أي نتمنى هذا الأمر زي. نعم ممكن التغلب على هذه الأمور وهي ليست بصعبة إن شاء الله. سيدنا يصير يقرون على الميت بمجالس الأربعين أو الفاتحة؟ يصير يقرون على الميت النوح بالباطل حرام، يحرم النوح بالباطل، يعني ينوحون على ميت بالباطل يعني بالكذب، يعني مثلا يقولون كان هيك كريم هيك كذا، وهو ربما الميت شنو مو كريم. فإذا صار نوح بالباطل حرام، بالحق شنو يصير لو ما يصير بالحق يصير. واضح؟ لكن الأفضل الأفضل أنه القراءة على اليمن على مصيبة الحسين باعتبار أعظم المصائب هي مصيبة سيد الشهداء، وبالتالي يكون فيه تفريج الهم والغم وشنو وتجديد العهد مع الميت وإكرام الميت بفائدة له، فائدة المجلس الحسين يعود شنو يعود ثوابه إلى قبر الميت ويستفيد منه. زين انت برايك الثواب يدري بين الميت لو ما يدري من يوصل له او من يجي، يعرف من فلان لو ما يعرف؟ ما يعرف. شلون ما يعرف؟ ما يعرف. الاعمال البر اللي تنويها للميت ثوابها يصل ثوابها هسه على طبق من ذهب على كذا، يعرف من جده يعرف، بالتالي الاموات يفرحون بهدايا الاحياء كما لو كانوا احياء، يعني يدرون هذا الطبق من جاهم من فلان بن فلان، بالتالي هم عنهم على اليمن على أهلهم حتى يثوبونهم لتصل إليهم، ومو منقطعين عن عالم الدنيا. واضح؟ فكلها يدرون بيه. سيدنا ليش الأربعينية فقط للإمام الحسين مو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو الإمام علي أربعينية ماكو؟ زين يعني أنت تسأل إنه إحنا نحيي ذكرى أربعينية الحسين دون باقي أئمة أهل البيت والنبي صلى الله نعم. عليه وآله. أنتوا تدرون أن أربعينية الحسين تعد مصيبة أخرى بالإضافة إلى مصائب كربلاء، حيث أعيدت الرؤوس الشريفة لأجسادها ورجع الضحن الحسيني إلمن لتجديد العهد لصاحب القبر، فهاي مصيبة بالإضافة إلى جاءت روايات ومنها رواية الإمام العسكري تحث على اليمن على زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم الأربعين، يعني ماكو خصوصية للأربعين بما هو أربعين، لأنه صارت مصيبة بالإضافة إلى مصائب كربلاء وتجديد المصائب صار في يوم الأربعين، وجاءت رواية الإمام العسكري فصارت زيارة الأربعين للحسين يوم الأربعين. واضح؟ يعني لهذا الغرض عندنا أربعينية للحسين وليس للنبي صلى الله عليه وآله أو باقي أهل البيت. اليوم مجتمعنا العراقي كيف يلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية لا سيما في مجالس الأربعين اليوم اللي هو حديثنا مجالس أربعينية ميت؟ سماحة السيد كما يعلم جنابك الكريم أن المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري،
وعلى مر التاريخ عندما توجه المرجعية الدينية أكو ملازمة بين العشائر توجه خطابها باتجاه المنظومة العشائرية والمنظومة العشائر باعتقادي تتلقف بل تتلقى بسرور كل توجيهات المرجعية لا سيما التوجيهات التي فيها عمومية وما فتوى السيد السيستاني فتوى مرجعيتنا المباركة الرشيدة بالجهاد الكفائي شاهد خير دليل وشاهد على ذلك وستبقى حية بيننا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى كنموذج يقتدى به حقيقة في هذا الالتزام عندما هب أبناء العراق شيبا وشبابا لأداء الواجب المقدس. شلون المرأة تطلع بالأربعين وهي بالعدة؟ زين. أول قضية الواجب على المرأة في العدة ثلاثة أمور لا غير. هاي هم موروثات خاطئة عندنا في قضية عدة الزوجة لوفاة الزوج. الواجب بالعدة ثلاثة ماكو غيرهن. شنين ثلاثة؟ الأول ألا تتزوج، ما تتزوج. الثاني ألا تتزين في اللباس، يعني هدومها ما تتزين بيها. الثالث شنو؟ ألا تتزين في البدن، بالتالي مكياج هذني الأمور حتما حرام. غسل تنظيف هاي مو زينة تعتبر جائز إلها. بالتالي يصير تطلع لو ما يصير تطلع لقضايا مشروعة يصير تطلع. ومن الموروثات الخاطئة ومن المسائل اللي لا أساس لها شرعا أن المرأة بالعدة كون شنو؟ ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. بالتالي من تيجي تطلع لتجديد العهد في قبر زوجها صعب عليها ما تلبس بوشية وكذا، سؤال يتصلون ويخابرون شلون تطلع وشلون ما تطلع. لقضاياها المشروعة يصير تطلع وهي وإن كانت هي وين بالعدة. وبينت لك أن الواجب في العدة أمور ثلاثة لا غير، هذا الواجب. واضح؟ وما عداه مو واجب. الحداد أيضا من الأمور الواجبة، ألا تلبس ملابس مزينة. لبس السواد على الميت أنت برأيك شنو حكمه؟ غير جائز. زين. لبس السواد. لبس السواد مو غير جائز. ميت نافي مع قضاء الله سبحانه وتعالى، بالتالي يجوز لبس السواد على الميت، لكن يكره الصلاة في اللباس الأسود إلا إذا كان على يمن على سيد الشهداء. إذا كان على سيد الشهداء ما مكروه، يعني صلاتنا أجرها يقل. نعم. يوم اللابس شنو؟ ملابس سوداء. فبالتالي المرأة تريد تحزن تلبس ملابس سوداء أو داكنة، داكنة الزوجة في العدة مطلوب من عدة ملابس. نعم. مو مزركشة ملونة. أما لبس السواد فهو إذا كان جزء من الحداد أيضا مطلوب وراجح، لكن مدة إليه أنه حتى لا يتنافى. وإذا كانت في ذمة زوج، إذا يتنافى مع حق الزوج أيهما أولى؟ الزوج. الزوج حق الزوج إذا تنافى مع حق الزوج وكان منفر للزوج وجب عليها شنو؟ عدم لبس السواد. سيدنا سؤال يصير إذا شخص هو مو سيد بزيارة 40 مثلا أو زيارة يحط غترة خضراء على ظهره؟ إذا عدت يعني هاي الغترة الخضراء إذا عدت علامة شنو تدل؟ علامة مختصة بالسادة العلويين، يعني إذا محسوبة هاي علامة مختصة حتما بالسادة العلويين، بحيث أي واحد يلبسها شي يقولون عليه، يقولون هذا السيد. إذا عدت هيجي علامة مختصة فقط وفقط بالسادة بحيث أي يلبسها يقولون عليه سيد، مو يصير يلبسها غير سيد؟ لو ما يصير هاي حالة لغير السيد من لبسها. وإلا إذا مو هي علامة مختصة بالسادة فلا بأس به، غتر أي حالة حال باقي الغتر أي كان يلبسها. واضح؟ إذا هي علامة مختصة بالسادة أي واحد يلبسها يقولون عليه سيد، واللي مو سيد هم يقولون عليه سيد،
ما يصير لبسها الا المن للسادة. واذا هي مو علامه مختصه بالسادة ماكو مشكله. هل يمكن الحديث عن مواقف إنسانية لكم أو للغير في إقامة مجالس أربعينية ميت؟ مواقف إنسانية تذكروها لكم لغيركم، جانب الإنساني مطلوب خصوصا في إحياء ذكر ميت، سيما إذا ناس بسطاء ما عندهم، أو أيتام مثلا حب أن يذكر ميته، ربما ميت يسل هذا من باب وأما بنعمة ربك فحد. بمجرد ما تفضل يا سماحة السيد وميض الغريفي بهذا السؤال وردت بفكري كثير من الشرائط الذكريات في هذا الجانب، ولا أنكر في اليوم الثالث لمجلس الفاتحة المقام على روح والدي رحمه الله 89 عندما شاهدت امرأة ومعها 3 أو 4 أطفال تذوداني بالقرب من الشادر من المجلس، وهنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن أذهب إلى هذه الأمرأة لأسألها عن حاجتها، وما كانت تبغي غير شيء من الطعام تسد به رمق أطفالها، وهذا الموقف كان في بالي ولن أنساه لأنه أدى إلى التواصل مع هذه العائلة لفترة من الزمن. سيدنا من بعد أمرك، رش القبر للميت يفيد؟ زين، اولا طبعا يستحب رش قبر الميت بالماء. شلون؟ يستقبل القبلة ويصير عند راس الميت، يبدي يروش من راس الميت الى رجله، ثم بعد ذلك يكمل هاي عملية دوران من رجله الى راسه، ثم يسكب الماء المتبقي وين؟ على وسط قبر الميت. يستحب هذا الرش. مدرك هذا الاستحباب كثير من الروايات، اكو رواية اصلا تقول يتجافى عنه العذاب، يعني يرفع عنه العذاب ما دام الندى في التراب، يعني ما دام هذا التراب مبلل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه العذاب. واضح؟ ايش كثر هسه ينرش؟ ينرش ربما 40 يوم يظلون يرشوا 40 شهر او لعله 40 يوم. رواية ايضا أوصى صاحب مقبرة الإمام الرضا عليه السلام أن طلب منه أن يرش قبر يونس ابن يعقوب، صحابي يرش من أصحاب الإمام عليه السلام، أن طلب من صاحب المقبرة شنو؟ أن يرش قبره. فلذا احنا استدلينا على شنو؟ على رجحان مطلوبية استحباب رش القبر بالماء. طبعا الترديد من الراوي يقول طلب من عنده أما 40 يوم أو 40 شهرا، ترديد مين؟ من الراوي. فبقرينة الرواية ممكن نقول إيش قد يستحب 40 يوم أن يرش القبر، ووحدة من آثاره أن يرفع العذاب عن من؟ عن صاحب القبر ما دام القبر مرطوب. واضح ومبلغ. واحد يقول الأربعين مال ميت جاية من اليهود، صح أم خطأ هذا الشيء؟ طبعاً أولاً إحياء ذكرى أربعينية الميت ليست فكرة من اليهود، بل اليهود يحتفلون أو يحيون أو يعيدون ذكرى موتاهم بالشهر 30 يوم وبالتسع أشهر وبالسنة، فما عندهم بالأربعين يعيدون إحياء ذكر موتاهم. وحتى لو كانت عند اليهود فربما احنا مو كل اللي جاء من اليهود هو باطل، مو ربما جاء من موسى او من بقايا ما كان عليه موسى عليه السلام. احنا اكو عندنا اشياء بالاسلام كانت في زمن الجاهليه واقرها الاسلام،
مو كل ما كان في الجاهلية هو باطل، صح؟ رغم هذا أن فكرة الأربعين مو جاية من اليهود، لأن اليهود عندهم بالشهر 30 يوم وبالتسع أشهر وبالشنو وبالسنة يعيدون ويجددون العهد بذكرى موتاهم. واضح؟ تدرون شرعا يجوز إهداء كل أعمال البر للميت، كل أعمال البر يجوز إهداءها للميت. أنتم برأيكم اليوم إحنا أكو موروثات قديمة يجيبون براد إلى مسجد يخلوا يجيبون كذا، أصبحت اليوم الفائدة من عدها قد تكون أقل مما كانت عليه في السابق. اليوم شنو أعمال البر اللي تكون أولى من غيرها؟ من خلال التجربة اللي قاعد نعيشها أتمنى أن نبحث جميعا على العوائل المتعففة، العوائل المحتاجة، لأنني اطلعت على بعض من العوائل لديها وجبة الغداء ولكن لا تمتلك وجبة العشاء ولا اليوم التالي. يجب أن نبحث على هؤلاء. هذا أول مصداق لأعمال البر تكون أولى من غيرها. قراءة القرآن والتدبر في قراءة القرآن. لطيف. هذا موضوع مهم جدا، ونتمنى على صاحب العائلة عندما يبدأ بقراءة القرآن لا سيما من الذين لديهم معلومات جيدة جدا عن التلاوة وما إلى ذلك، أن تجتمع عائلته معه من الأولاد والبنات حقيقة وجميع أفراد العائلة لتستمع إلى هذه التلاوة. القرآن بركة في البيت. القرآن نحن حقيقة هجر القرآن قضية حقيقة مهمة جدا وبها بها من المساءلات الكثيرة. هاي قضيتين. اثنين، ثلاثة، زيارة الميت، زيارة قبر الميت وفق أسس معينة، وفق شروط معينة حقيقة، وإهداء القرآن الكريم على قبر البيت أيضا حقيقة هناك توصيات، هناك توجيهات، قراءة القرآن على قبر الميت. ومن ثم التصدق، وأؤكد على هذا، التصدق حقيقة نيابة عن الميت. صلاة الميت إذا يعني أهله يشعرون به أنه كان لديه تقصير وما ذلك، وما أكثر التقصير عندنا. سيدنا، شنو هي الأعمال اللي يهدوها على روح الميت؟ يعني يصح إهداء كل أعمال البر. شكو عمل بر، شكو عمل خير، يجوز إهداء ثواب المن للميت. مثلا قضاء حاجة مؤمن، أنت قضيت حاجة مؤمن تنويها قربة إلى الله تعالى والروح الميت فلان. مثلا زيارة مريض، تروح المريض تقدر قربة إلى الله تعالى وإلى روح فلان، بالإضافة إلى زيارة المشاهد المشرفة لأمة أهل بيت عليهم السلام. كل هاي كل أعمال البر ممكن، إقامة مؤسسات خيرية، رعاية أيتام، كل هاي ممكن أعمال يؤدى ثوابها لمن؟ إلى روح الميت. واضح؟ شكرا سيدنا. واضح. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموت الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.